سلامات إن شاء الله. اهتمت الشريعة الإسلامية، اهتمت بالكلمة، الكلمة لها أثر في بناء أمم وفي هدم الأمم. كلمة بس، وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الله جل وعلا يقول وقولوا للناس حسنا، يعني توجيه للناس جميعا أنهم يقولون الكلام، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، مو بالحسنة، التي هي أحسن، أفضل شيء عندك هاته. أن نقول للآباء، نقول للأمهات، نقول للمعلمين، نقول للجيران، نقول للأئمة، نقول يعني ترى الكلمة اللي منك ممكنها تبني مجد، وربما كلمة منك أنها تهدم مجد. صح. لذلك أثرها كبير. الله جل وعلا في الآيات قال وإما تعرضن عنهم، يعني لما يجونك الآن الفقراء والمحتاجين والمساكين يجونك في حاجة ما ويكون ما يكون عندك ولا هم متوفرة، وإما تعرضن عنهم يعني ما تصد عن حاجاتهم وعن طلباتهم، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجو، يعني ترجو شيء في المستقبل، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الآن لما ما تستطيع أنك تقول للناس يعني أنك تعطي الناس بالمال، يقول إذا لم يكن لك شاة ولا بعير فليسعف النطق إذا لم يسعف الحالي. الكلام الزين تراه له أثر. ما جاءك الفقير هذا ولا جاءك المسكين ولا جاءك القريب إلا من حاجة، ولا جاءك إلا يظن أنك أنت اللي بتقضي حاجته، لذلك هو جاءك اختارك من بد الناس عشان تقضي حاجته، لذلك إلى منها جاءك وأنت ما هم موجود عندك الحاجة هذه. قل له كلام زين، قل له أبشر بالخير، والله الآن إنها من موجودة وإن شاء الله تبي تيسر الأمور، والنية زينة بكرة بيجينا خير إن شاء الله، وبنساعدك وبنعطيك وبنسدد عنك الكلام الزين له أثر. وبعض الناس ربما لما يجيه المحتاج ربما أنه ينهره، والله جل وعلا يقول وأما السائلة فلا تنهر. أنت إذا ما تب مستطيع أنك تعطيه أو ما تبغى تعطيه يا أخي رده كلام زين. التوجيه في الآيات جميل جدا، وأثره بين الناس يكون جميل لما الناس يطبقون. الله يجعلنا وإياكم المطبقين له، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا سلام. فعلا الله سبحانه وتعالى دائما يأمر بلين الكلام مع الناس، وإذا لم تعطي فأعط الكلام الطيب، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، والإحسان تعرفون درجة الإحسان هي أعلى درجة من درجات الإيمان ومن درجات التعامل أيضا، وهي أن تعطي شيء ليس مطلوبا منك، إذا أديت الذي عليك واجب فأنت اتقيت الله، هذه ثم تقوى. اتقوا الله، أن تؤدي ما هو مفروض عليك، مثلا لأهلك، لصديقك، لقريبك، لأبيك، فهذا حقه، أنت أديته لأنك تخاف الله وتتق الله وأديت حق له، لكن لو أديته أكثر فأنت محسن، والله يحب المحسنين. وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا من ربكم وسارعوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى جنة على مغفرة من ربكم وجنة على مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. منهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يا سلام. يعني نضرب مثال يعني يوضح هذه، مثال يسير يوضح هذه الدرجات. لو لا قدر الله أنت في الشارع واحتكيت بسيارتك مع شخص آخر، تكظم الغيظ، لا تنزل وأنت تتلفظ بألفاظ سيئة أو فيك غضب أو لماذا ما تشوف ومن هذا الكلام، قل قولا لينا عساك بخير، عساك سالم، حصل خير، هذا أنت كظمت الغيظ، لكن هو غلطان عليك. لكن لو أنت قلت له رحت ترى مسامحك وصلت الدرجة الثانية والعافين عن الناس، ترى مسامحك، الأولى كلامك طيب، الثاني أنك عفيت عنه. لكن ماذا لو أنت رأيته فقيرا وموظف صغير سكيورتي ولا رجل ولا عامل وسيارته تعبانة
وأنت بخير وسيارتك جيدة وأخرجت من جيبك 500 ريال وأعطيته وصلح سيارتك، هذا هو الإحسان. فلاحظوا كيف الله سبحانه وتعالى يوصينا بالإحسان وبحسن التعامل، والله يعني ما يبلغ درجة الإحسان إلا الموفق. هذا الحقيقة الحديث يطول في الله هذا. الله يبارك فيك. حسن الخلق شيء هين، وجه طلق وكلام لين. حسن الخلق شيء هين، وجه طلق وكلام لين. الله يدلنا وياكم على الخير. ونسمع من أبو عمر كذلك، الدكتور محمد يعطيه العافية. أبو عمر من؟ أنا أبو سلمان. أبو سلمان أنا اختبصت. لا